نهاية الموسم الرمضاني رح نختم بحلقة مرعبة مو ملائمة لأصحاب القلوب الضعيفة. سيارات معدلة مخيفة. حبايبي قبل ما نكمل لا تنسوا تشاركوا في قناة سترايف وأكيد فعلوا الجرس علشان تكونوا أول المشاهدين. مو ممكن نتكلم عن تعديل من دون ما نذكر اليابان، مثلاً جي دي أم واللي هي عبارة عن سيارات مخصصة للسوق الياباني. ولكن جي دي أم هي مينستريم، يعني محبي السيارات اليابان كان لازم يتحدوا أنفسهم ويخلقوا طرق جديدة وغريبة. نبدأ الآن مع بوسوزوكو وهي طريقة حدائية لتعديل السيارات، سيارات منخفضة في صوت محرك عالي تتميز في صدام أمان عريض جداً ويتركب لها أنابيب عادم طويلة مأخوذة من الدراجات، ولكنها سيارات جد مخيفة تقدم محتوى جيد لميمز الإنترنت وتحول سيارات عادية زي تويوتا كريسيدا في الثمانينات لسيارة ملفتة للنظر. بالرغم من أن السيارات ممكن تكون مو لطيفة للنظر بس بتقول شيء واحد عن أصحابها، بتحدى المعايير. ثقافة ديكوتورا في اليابان تعني ديكور، ألوان فاقعة، ليد لايتس، زخرفات، التعديلات بتليق في الشخص اللي يحب لفت الأنظار زي برج الأسد. برج الأسد بيحبوا لفت الأنظار، يعني معظمها على شاحنات عملاقة اشتهرت بعد ظهور سلسلة أفلام في اليابان اسمها شاحنة الأوغات. كل شاحنة ديكوتورا مختلفة وتعبر عن صاحبها، غرف نوم، أقمشة غريبة من لوي فيتون وثريات. في اليابان يوجد محلات خاصة بأدوات التعديل والتزيين للشاحنات، صحيح حلوة بس ممكن تكون مخيفة إذا طلعت لك في منتصف الليل بسبب المبالغة في تزيينها، بس الأكيد إنها مميزة. من اليابان ننتقل لسيارات الدونج، وهي عبارة عن سيارات أمريكية مرفوعة في عجلات ضخمة. المشكلة في السيارات أنهم مو متناسقين، الهدف منها لفت الأنظار والتباهي بالثروة، وممكن تدمير جمال السيارات الأساسية ويعملونا سكتة قلبية. من الولايات المتحدة ننتقل إلى الإمارات، وما نقدر نتكلم عن تعديل إلا ونتكلم عن الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان اللي عرضنا سياراته قبل. الشيخ عنده مجموعة سيارات تهبل قوس قزح وألوان، ولكن قرر يغوص بصناعة وتعديل السيارات واستخدم كل الطرق اللي ذكرناها. ابتكر سيارات تليق بأفلام الرعب لكن وصلت للعالمية، أبرزها سيارة في 10 كفرات عبارة عن رانجلر وشاحنة عسكرية أمريكية. السيارة الثانية المخيفة مخلوق براسين، بسم الله الرحمن الرحيم. سيارتين رانجلر مدموجين في بعض، مخيفة جدا. وطبعا عندك مركبة العقرب الغريبة وهي عبارة عن موستنج جديدة لشاسيه دودج رام قديمة. أعزائي مشكورين على متابعتكم لنا طيلة شهر رمضان المبارك، ولا تنسوا تشتركوا في قناة سترايف وتتابعوا فيديوهات جديدة عن عالم السيارات وأكيد فعلوا الجرس.